أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا قبيل موعد انعقاد الانتخابات الباكستانية العامة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا من أبناء الشعب الباكستاني. وأعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر ضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر وقبرص والحرص المتبادل على تعزيزها. التقى وزير النقل كامل الوزير مع رئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي العالمية مايكل بيتر المنفذة لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، وذلك بحضور رئيس وقيادة الهيئة القومية للأنفاق، حيث تم متابعة تقدم الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والمحطات والأعمال الصناعية التي تشمل كباري المسار وكباري السيارات والأخوار، وذلك بالتزامن مع الإشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع الحيوي الهام. حذر العراق من انزلاق البلاد في دائرة الصراع القائمة بالمنطقة جراء تكرار الهجمات الأمريكية وآخرها اغتيال أحد قادة كتائب حزب الله ومرافقيه بضربة جوية في العاصمة بغداد. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبد الله إن القوات الأمريكية تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية وتستخف وتجازف بحياة الناس وأبناء شعبنا، والأخطر من ذلك فإن التحالف الدولي يتجاوز تماما من الأسباب والأغراض التي وجد من أجلها في العراق. تلقى اتحاد الكرة المصري دعوة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف لحضور المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الكابتن حسام حسن لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية وتكريمه كأسطورة من أساطير الكرة الإفريقية لما قدمه من مسيرته الكروية، والذي يقام يوم 11 فبراير من الشهر الجاري بكوت ديفوار.